هناك بعض المشروبات والأعشاب التي قد تسبب الإجهاد، لذا يجب على الأم الحاملة الابتعاد عنها للحفاظ على صحة الجنين واستمرار الحمل دون مشاكل. فقد يمنع الأطباء كثيراً من الأدوية خلال فترة الحمل، لذا تتجه الحوامل أحياناً إلى استخدام الأعشاب بديلاً لها لعلاج بعض الأمراض. وعلى الرغم من أن الأعشاب طبيعية، إلا أن جميع الأعشاب ليست آمنة أثناء الحمل، والبعض منها قد يسبب الإجهاد، لذا يجب توخي الحذر قبل تناولها خلال الحمل. وأبرز الأعشاب الضارة خلال فترة الحمل والتي قد تسبب الإجهاد: أولاً الزعفران. يؤدي تناول عشبة الزعفران من قبل المرأة الحاملة إلى نزول فترات الحيض، كما ينتج عنها انقباضات قوية في الرحم وبالتالي حدوث الإجهاد عند تراكمه في الجسم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه العشبة التسبب بمجموعة من الآثار الجانبية، من بينها خطر النزيف، قرحة المعدة أو الأمعاء، اضطرابات التخثر. ثانياً إكليل الجبل. على الرغم من أن إكليل الجبل هو أحد الأعشاب الصحية، إلا أنه لا يوصى به للنساء الحوامل، إذ قد يتسبب هذا العشب في زيادة ضغط الدم وعسر الهضم. يمكن أن يؤدي إكليل الجبل إلى شعورك بالتعب. ينصح الأطباء بعدم تناول إكليل الجبل بأي شكل من الأشكال بعد الثلث الأول من الحمل، لأنه قد يؤثر على سلامة الجنين. ثالثاً القرفة. استخدام القليل من القرفة آمن في فترة الحمل، ولكن لا يفضل تناول مغلي القرفة أو الإكثار من تناولها على الرغم من فوائدها الصحية المتعددة، إذ قد تسبب آثاراً جانبية خطيرة تهدد الحمل. فهي من الأعشاب التي تزيد تقلصات الرحم، ويمكن تناولها لتحفيز نزول الدورة الشهرية، ما قد يسبب الولادة المبكرة أو الإجهاد. ولأن القرفة تساعد على خفض مستويات السكر في الدم، فقد تسبب الهبوط الشديد للحامل، إضافة إلى أنها تمنع تجلط الدم، لذا يجب توخي الحذر عند تناولها. رابعاً الحلبة. الحلبة لا ينصح بتناولها بكميات كبيرة في أثناء الحمل، لأنها قد تسبب انقباضات في الرحم، ما قد يؤدي إلى الولادة المبكرة ومخاطر الإجهاد. لذا ينصح بعض الأطباء بعدم تناولها قبل الأسبوع 37 من الحمل، خاصة إذا كنت تعانين من بعض الأمراض أو لديك مشكلات في الحمل. خامساً المريمية. المريمية من الأعشاب غير الآمنة التي يجب تجنبها تماماً في فترة الحمل. تحتوي بعض أنواعها على مركب الثوجون، وهي مادة كيميائية تحفز نزول الدورة الشهرية، ما قد يسبب الإجهاد خاصة في شهور الحمل الأولى. كذلك ينصح بتجنبها في فترة الرضاعة، لأنها تقلل من إدرار الحليب. سادساً الجينسينج. إذا سألت الطبيب عن أنواع الشاي العشبية التي يجب تجنبها عند الحمل، فسيكون شاي الجينسينج هو أولى قائمته، في حين أن هذا العشب الصيني هو أحد أفضل الأعشاب الطبية في العالم، فهو ذو فوائد صحية عديدة، إلا أنه يسبب الكثير من الآثار الجانبية السيئة أثناء الحمل، مما يجعل من الضروري تجنبه. في النهاية تذكري أنه ليس من الآمن تناول الأعشاب أثناء الحمل، وتحث إدارة الغذاء والدواء الأمريكية النساء الحوامل على تجنب تناول أي منتجات عشبية دون استشارة الطبيب أولاً، فقد تحتوي على مواد يمكن أن تسبب الإجهاد أو الولادة المبكرة أو تقلصات الرحم أو إصابة الجنين ببعض المشاكل الصحية طويلة المدى.